مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة من الإمارات. وفي أبرز العناوين: رئيس الدولة يستقبل شيخ الأزهر وسموه يؤكد دور الأزهر المحوري في التعريف بالصورة الحقيقية للإسلام. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو باليوم الوطني لبلاده. محمد بن راشد يلتقي أبطال تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات. عبد الله بن زايد يترأس الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمجموعة العشرين. الفجيرة منصة رئيسية لكبرى شركات الطاقة العالمية. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قصر الشاطئ في أبوظبي فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قصر الشاطئ في أبوظبي فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، ورحب سموه خلال اللقاء بالدكتور أحمد الطيب متمنيا له دوام الصحة والعافية وزيارة موفقة إلى بلده ثاني دولة الإمارات. وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين لترسيخ القيم الإنسانية المشتركة وتأصيل ثقافة التعايش والحوار الحضاري والسلم بين مختلف الثقافات والشعوب في العالم، وذلك انطلاقا من مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر والبابا فرانسيس باب الكنيسة الكاثوليكية خلال شهر فبراير عام 2019 في أبوظبي. وتطرق اللقاء إلى مبادرة مجلس حكماء المسلمين التي يبحث إطلاقها لتعزيز دور علماء الأديان ورموزها في دعم جهود التنمية والسلام في العالم تحت عنوان تحالف الأديان من أجل التنمية والسلام بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا. وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بالجهود المقدرة التي يبذلها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في نشر رسالة التسامح والتعايش الإنسانية وتعزيز ثقافة احترام الآخر، إضافة إلى دور الأزهر المحوري في التعريف بالصورة الحقيقية للإسلام والحفاظ على رسالته السمحة الداعية إلى الخير والسلم والتآلف. من جانبه أشاد شيخ الأزهر بمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وجهوده الخيرة الداعمة للسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى نهج سموه الإنساني الذي يستهدف الإنسان وبنائه وتمكينه في مختلف مناطق العالم. وثمن فضيلته الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بقضايا الأمة الإسلامية امتدادا لمواقفها التاريخية في مساندة أشقائها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق على مختلف المستويات. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة ياكوف ميلاتوفيتش رئيس مونتينيغرو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة رئيس ياكوف ميلاتوفيتش. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة ممثلتين إلى معالي ميلوشكو سبايتش رئيس وزراء مونتينيغرو. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مجلس المضيف بدار الاتحاد في دبي أبطال تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى دولة الإمارات. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله
في مجلس المضيف بدار الاتحاد في دبي بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي أبطال تحدي القراءة العربية في دورته الثامنة على مستوى دولة الإمارات، والتي ذهب لقبها إلى الطالب أحمد فيصل علي، فيما أحرز الطالب السليمان خميس الخديم المركز الأول في فئة أصحاب الهمم. يأتي اللقاء في إطار حرص سموه على تحفيز المتميزين وتمكين الأجيال الجديدة من امتلاك المعارف والعلوم وتشجيعها على القراءة، بما يرسخ ارتباطها باللغة العربية باعتبارها مكونا أصيلا للهوية الإماراتية. وهنأ سموه أبطال تحدي القراءة العربي في الإمارات على تفوقهم ومثابرتهم وجهدهم للوصول إلى هذه المرحلة من التحدي، داعيا إياهم إلى مواصلة القراءة، كما هنأ سموه أولياء أمورهم ومعلميهم على جهودهم في تحفيز الطلبة على المشاركة في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، وترسيخ ثقافة الجد والاجتهاد وحب القراءة في نفوسهم. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم: فخور ب 700 ألف طالب في الإمارات شاركوا في أكبر مسابقة في العالم للقراءة، ومتفائل بجيل قارئ ومثقف بإذن الله. وأضاف سموه: أهم مهارة يمكن أن يتسلح بها الجيل الجديد هي القراءة، لأنها مفتاح التعلم مدى الحياة وأهم أداة من أدوات التطور المستمر. استمرارنا في دعم مبادرات القراءة نابع من إيماننا بأن أول رسالة من السماء نزلت إلينا هي كلمة اقرأ، وأن سر تطور الأمم والمجتمعات هو في عمق ثقافتها ومعارفها. ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المعنية بمشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة العشرين جي 2024. وشارك في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عدد من الوزراء والمسؤولين من جهات الدولة المشاركة في مختلف مجموعات ومساقات عمل مجموعة العشرين. واستعرض الوزراء والمسؤولون المشاركون في الاجتماع تطورات مشاركة الدولة بصفة ضيف في أعمال مجموعة العشرين جي 20، كما تمت مناقشة مشاركة الدولة في الاجتماعات الوزارية المقبلة للمجموعة. وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بجهود الجهات في تمثيل الدولة في مجموعة العشرين، مشددا على أهمية المشاركة الفاعلة في مختلف مراحل ومحاور عمل المجموعة، وبما يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي. وجدد سموه التأكيد على أهمية العمل بهمة الفريق الواحد وإبراز إنجازات الدولة في إطار مشاركتها ضمن أعمال مجموعة العشرين. مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في أعمال اليوم الثاني للمنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة بريكس الذي عقد في مدينة سان باترسبورغ بجمهورية روسيا الاتحادية. ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية سعادة كل من سارة محمد فلكناز ومروان عبيد المهيري وأحمد مير هاشم خوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. وقع المجلس الوطني الاتحادي بروتوكول مذكرة التفاهم الخاصة بالمنتدى البرلماني للدول الأعضاء في مجموعة بريكس. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي بدورة المنتدى العاشرة المنعقدة بمدينة سان بطرسبورغ في روسيا الاتحادية.
شارك في التوقيع على البروتوكول رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة بريكس وبريكس بلس، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات الأعضاء في مجموعة بريكس من خلال تبادل الآراء والخبرات وأفضل الممارسات وخلق ظروف مواتية لتطوير المجموعة عبر دعم الأنشطة التشريعية وتعزيز التفاعل البرلماني بين الدول الأعضاء. قام وفد من قيادة الحرس الوطني بزيارة إلى مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ ومجموعة البحث والإنقاذ الحضري في قوة الأمن الداخلي لخوية بدولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص مذكرات التفاهم بشأن عمليات البحث والإنقاذ البيني. تم خلال الزيارة مناقشة سبل تعزيز ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مجالات تقديم خدمات البحث والإنقاذ وإدارة العمليات ذات الصلة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة للتعامل مع الحوادث والطوارئ بكفاءة وفعالية. تواصل إمارة الفجيرة تعزيز دورها كمركز عالمي نشط يدعم قطاع الطاقة والتطور الاقتصادي على مستوى العالم عبر بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي المهم بين الشرق والغرب، والذي أسهم في تأكيد مكانتها مركز جذب عالمي لكبرى شركات الطاقة العالمية. بموقعها الاستراتيجي المهم والحيوي والتخطيط الدائم للنمو المستقبلي، نجحت إمارة الفجيرة في أن تصبح من أهم المراكز النفطية على مستوى العالم، متبوئة مراكز عالمية متقدمة في مجال التزود بالوقود وتخزين النفط ومشتقاته، وباتت منصة رئيسية للشركات المحلية والإقليمية والعالمية الساعية إلى توسعة حضورها في مختلف دول ومناطق العالم عبر توفير بيئة مشجعة للاستثمار في القطاع النفطي ومواكبة أفضل التقنيات الحديثة ومتابعة التطورات المتسارعة التي تطرأ على قطاع تجارة وتخزين المشتقات البترولية. ميناء الفجيرة أحد أكبر الموانئ البترولية في العالم، تأتي إليه المنتجات النفطية من جميع أنحاء العالم، موفراً عمليات التزود بالوقود التي تراعي جميع الأطر التشغيلية والبيئية والاقتصادية. يضم الميناء البترولي أكثر من 20 رصيفاً متنوعاً بطول 8 كيلومترات، قادرة على مناولة مختلف أنواع البضائع والأحجار والمنتجات البترولية بنموذج عمل فريد عالمياً، حيث يربط نحو 17 شركة كبيرة لتخزين المنتجات البترولية بأرصفة الميناء من خلال نظام شبكة ربط الأنابيب والتي يتم التحكم بها آلياً بالكامل، وتوفر بذلك أعلى معدلات الأمان والكفاءة والفعالية، وترسو فيه أكبر أحجام ناقلات النفط في العالم. وتتوفر البنية التحتية اللازمة للاستثمار في 12 رصيفاً إضافياً في المستقبل، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية لمناولة المنتجات البترولية لأرصفة الميناء إلى 1.4 مليار برميل في السنة لتلبية الطلب المستقبلي والنمو الكبير لحجم المناولة ووحدات التخزين والمشاريع الجديدة من موقعه الذي يتوسط قلب السوق المزدهر لتجارة الطاقة العالمية. تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت مدارس الإمارات الوطنية إطلاق برنامج المنح الدراسية للمتفوقين أكاديمياً والموهوبين من الطلبة والطالبات. تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت مدارس الإمارات الوطنية إطلاق برنامج المنح الدراسية للمتفوقين أكاديمياً والموهوبين من الطلبة والطالبات في المجمعات كافة على مستوى الدولة للسنة الدراسية المقبلة 2024-2025. وأكد معالي أحمد بن محمد الحميري الأمين العام لديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية أن هذا البرنامج يأتي انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على دعم ورعاية المبدعين والمتفوقين واستجابة لتوجيهات الداعمة لتأهيل كوادر متميزة متخصصة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية.
وأشار معاليه إلى أن برنامج المنح يعد من أهم المبادرات التي تدعم التميز وتشجع على التفوق ورعاية المواهب الطلابية، بالإضافة إلى خلق مناخ محفز على الإبداع والابتكار والريادة العلمية. ويستهدف البرنامج الطلبة والطالبات من الصف السادس إلى الثاني عشر في مجمعات مدارس الإمارات الوطنية الذين حققوا إنجازات أكاديمية استثنائية ويمتلكون مواهب ومهارات متميزة، إذ صمم لتشجيع الطلبة على مواصلة تعليمهم العالي. ويشمل البرنامج فئتين: فئة الجدارة الأكاديمية للطلبة الذين حققوا نجاحا أكاديميا كالحصول على معدل عال والمشاركة في الأنشطة التي تعزز روح الفريق والتعاون والتواصل الاجتماعي في المجتمع المدرسي وإظهار مهارات قيادية استثنائية، وفئة المواهب والمهارات المتميزة للطلبة ذوي المواهب والمهارات الفريدة في العلوم والتكنولوجيا والفنون والرياضة وألعاب القوى. وتم تصميم هذه الفئة للتعرف إلى الإنجازات المتميزة للطلبة الموهوبين في المجالات التي اختاروها، وستقدم المنح للمستحقين بناء على معايير وشروط محددة، وسيطبق البرنامج السنة الدراسية المقبلة 2024-2025. بيئة أبو ظبي تعلن نتائج تنفيذ خطة الإمارة للأهداف المئوية البيئية 2071 خلال عام 2023. أعلنت هيئة البيئة أبو ظبي عن النتائج التي حققتها خلال عام 2023 بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مجال تنفيذ خطة أبو ظبي الأولى نحو تحقيق أهداف المئوية البيئية 2071، والتي تقود من خلالها الهيئة أجندة الاستدامة البيئية في الإمارة، وتسعى لتحقيق التطلعات الطموحة لحكومة أبو ظبي لتكون الأفضل عالميا في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071. وخلال عام 2023 شارك 212 خبيراً في تحقيق 195 إنجازاً ونتيجة إيجابية ضمن الخطة، و32 إنجازاً ونتيجة إيجابية تجاوزت برامج الخطة التنفيذية الأولى للمئوية البيئية التي تمتد من عام 2023 حتى 2025. وشارك في تنفيذ الخطة كل من دائرة البلديات والنقل ودائرة الثقافة والسياحة ودائرة الطاقة ودائرة التمكين الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومركز أبو ظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل وأبو ظبي البحرية. وقالت شيخ المزروع المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة إن الهيئة سعت وشركائها لتطبيق مسارات المئوية البيئية الثلاثة ضمن الخطة التي تضم 65 برنامجا تنفيذيا، والتي تركز على النتائج وتعزيز التعاون وتحفيز التحول الأخضر نحو المستقبل وصولا إلى أهداف المئوية 2071، حيث تم إنجاز 14 برنامجا وبلغت نسبة التقدم في التنفيذ 49%، وامتد أثر برامج الخطة في 2023 إلى 18 دولة من خلال الشراكات والمشاركات الدولية. وضمن المسار الأول إمارة حيوية مزدهرة بالطبيعة الذي يشمل 23 برنامجا تنفيذيا، تم زراعة أكثر من مليون بذرة قرم من خلال تكنولوجيا الطائرات المسيرة لتحقيق تنوع بيولوجي مستدام، فضلا عن استزراع أكثر من 800 ألف قطعة مرجانية لزيادة مساحة الشعاب المرجانية في الإمارة، ووضع خطة شاملة لتنمية الأحياء المائية في أبوظبي تقوم على 7 ركائز أساسية، وحازت المصدات التي تدعم البيئة البحرية في مراسي أبوظبي والمصنعة محليا على جائزة عالمية للابتكار في مجال الاستدامة لتضم 15 نوعا من الطحالب و13 نوعا من الأسماك و4 أنواع من اللافقريات. نظمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان زيارة تفاعلية ل 25 طفلا مصابين بالسرطان يتلقون العلاج في مستشفى ميد كلينك بدبي، مع رائدي الفضاء الإماراتيين نور المطروشي ومحمد الملا من مركز محمد بن راشد للفضاء. نظمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان زيارة تفاعلية ل 25 طفلا
مصابين بالسرطان يتلقون العلاج في مستشفى ميد كلينيك دبي مع رائدي الفضاء الإماراتيين نور المطروشي ومحمد الملا من مركز محمد بن راشد للفضاء، بهدف تعزيز روحهم المعنوية ومنحهم الأمل في الشفاء، وذلك بحضور عائشة الملا مدير الجمعية ويوهانس نيج المدير الطبي للمستشفى وعدد من الأطباء المشرفين على علاج الأطفال. وجاءت الزيارة ضمن برنامج الدعم المعنوي الذي تقدمه الجمعية إيمانا منها بدوره المحوري في مساعدة مرضى السرطان، إذ استهدفت إتاحة الفرصة لهم لاستكشاف الفضاء والتعرف إلى مهام رواده، كما شجعتهم على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وأحلامهم، وتضمنت الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالفضاء الخارجي، حيث تفاعل الأطفال مع رائدي الفضاء الإماراتيين واستمعوا إلى تجاربهما الملهمة. واصطحبت نورة المطروشي أول رائدة فضاء إماراتية الأطفال في رحلة تفاعلية بينت فيها كيفية الانطلاق إلى الفضاء على متن مركبة فضائية يحملها صاروخ ضخم، وتطرقت إلى المهام الفضائية ومحطة الفضاء الدولية التي بناها البشر في الفضاء. من جانبه استعرض محمد الملا تجربته بدءا من اختياره في الدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء وتخرجه في برنامج ناسا لرواد الفضاء 2021 وصولا إلى التدريبات المكثفة التي أجراها في الولايات المتحدة، كما أجاب عن أسئلة الأطفال المتعلقة بالملابس التي يرتديها الرواد. وتفاعل الأطفال بحماس مع رائدي الفضاء حيث شاركوهم أمنياتهم وأحلامهم، فمنهم من يتمنى الصعود لمركبة فضائية وبعضهم يحلم بالسباحة في الفضاء، في حين تحلم بعض الفتيات بالعيش على القمر أو جمع بعض النجوم ووضعها تحت وسائدهن. مشاهدين الكرام، النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الإمارات الأولى في أعداد المها العربي المعاد توطينها. أهلا بكم من جديد. دعت الهيئة الاتحادية للهويات والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المتعاملين إلى توخي الحذر من التفاعل مع الروابط الإلكترونية المشبوهة والمرسلة عبر رسائل نصية تنتحل اسم الهيئة للاستيلاء على الأموال بصفة احتيالية بدعوى تحديث بيانات مقر الإقامة. ونفت الهيئة صحة تلك الرسائل التحذيرية القاضية بفرض جزاءات إدارية وغرامات مالية غير موضوعية لقاء عدم تنفيذ تلك الإجراءات، وأكدت أن تقديم مختلف خدمات الهيئة يتم عبر منظومة قنواتها المعتمدة ومن خلال منصة الخدمات الذكية وتطبيقها الذكي. دولة الإمارات العربية المتحدة تضم أكبر عدد من المها العربي المعاد توطينها بإجمالي 1595 رأساً. أظهرت إحصائيات هيئة البيئة في أبوظبي أن دولة الإمارات تضم أكبر عدد من المها العربية المعاد توطينها بإجمالي 1595 رأساً وفقاً للمسح الإقليمي الذي نفذته الهيئة لبرامج إعادة توطين المها العربية وتقييم الممارسات الإدارية والعوامل المؤثرة على السلوك الطبيعي للحيوانات. وشمل المسح 2632 من المها العربية في 4 دول مشاركة هي الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والأردن، وضم 7 برامج إعادة توطين مستهدفة. وتضم الإمارات 61% من إجمالي العدد المشمول بالمسح، منها 1056 رأساً في إمارة أبوظبي تمثل 66% من المها الموجودة في الدولة، و539 رأساً في إمارة دبي تمثل 34% من المها الموجودة في الدولة.
وكانت الأمانة العامة لصون المها العربية بدعم من هيئة البيئة في أبو ظبي وشركاء إقليميين آخرين قامت بوضع خطة عمل استراتيجية للفترة 2022-2026، وتم تحديد أولويات إدارة المها العربية واستكشاف التوقعات وفرص التعاون وتعزيز جهود المحافظة عليها، كما قامت أيضا بتطوير الرسوم الرقمية متحركة تفاعلية تعتبر الأولى من نوعها حول المها العربية لتعزيز الوعي لدى الجمهور. وتبوأت الإمارات المرتبة الأولى في أعداد المها العربية المعاد توطينها في الدول الأربع التي شملها المسح، حيث بلغ عدد المها العربي فيها 1595 رأساً، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، وذلك مقابل 799 رأساً، وفي سلطنة عمان بلغ عدد المها العربية 143 رأساً، وجاءت الأردن في المرتبة الرابعة بواقع 95 رأساً من المها العربية. وتعرض المها العربي للعديد من التحديات التي وضعته على قائمة الكائنات المعرضة للانقراض، حيث كان يتم صيدها قديما للحصول على لحمها وجلدها، كما أسهم فقدان الموائل بسبب الأعمال الإنشائية والأنشطة التنموية في تراجع حاد في إعداد هذا النوع من البرية. قام مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة بالتفتيش على أكثر من 48 ألف منتج للتحقق من مطابقتها للمواصفات خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأخبار محلية أخرى من الإمارات في هذا التقرير. حقق مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة خلال الربع الثاني من العام الجاري مؤشرات أداء إيجابية في مختلف قطاعاته التشغيلية، والتي تعكس ريادة الأنظمة الرقابية على الأسواق المحلية في إمارة أبو ظبي. وقام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين التابع للمجلس بالتفتيش على أكثر من 48 ألف منتج للتحقق من مطابقتها للمواصفات، منها ما يزيد عن 45 ألف منتج خلال التفتيش الميداني وما يقارب 3000 منتج عبر المنصات، كما قام بالتحقق من 7800 أداة قياس قانونية، وبلغ إجمالي عدد العبوات المعبأة مسبقا التي تم التحقق منها في الفترة ذاتها 620 عبوة تعادل 18.300 عينة، وتم سحب 42 منتجا من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة، شملت 2216 سلعة، وتم تصحيح 27 منتجا ما يعادل 9024 سلعة. بدوره نفذ مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس خلال الربع الثاني من 2024 نحو 104773 فحصا مخبريا في مجالات الفحوص المختلفة. شددت القيادة العامة لشرطة دبي على ضرورة التزام سائقي الدراجات الهوائية والكهربائية وسكوترات كهربائية بالقوانين المرورية وإرشادات السلامة العامة والقيادة في الأماكن المخصصة لها فقط بعيدا عن الطرق والشوارع ومسارات السيارات، وذلك بعد ضبط وحجز 640 دراجة وسكوتر خالف سائقها القوانين المرورية وعرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر. أعلن مركز أبو ظبي للغة العربية نتائج الدورة الرابعة من برنامج المنح البحثية لعام 2024، والتي حظيت ب 270 مشاركة من 31 دولة، وجاءت أعلى نسبة مشاركة من مصر، تلتها المغرب، ثم سوريا، ثم الأردن. ويقدم البرنامج منحاً في 6 مجالات تتضمن المعجم العربي والمناهج الدراسية والأدب والنقد واللسانيات التطبيقية والحاسوبية وتعليم العربية للناطقين بغيرها وتحقيق المخطوطات بإجمالي 600 ألف درهم سنوياً. وتضمنت قائمة الأعمال الفائزة 8 أعمال سيقدم المركز لأصحابها الدعم المالي لإنجازها وتقديمها بالشكل الأمثل، وذلك في مختلف فروع اللغة العربية. أكثر من 4 تريليون درهم أصول البنوك العاملة بدولة الإمارات، وجولة أخبار اقتصادية أخرى في هذا التقرير نتابع.
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ارتفاع الودائع النقدية بأكثر من 1.74%، أي 13.1 مليار درهم خلال أبريل الماضي، لتصل إلى 764 مليار درهم مقارنة ب 750.9 مليارات درهم نهاية مارس السابق. ووفق إحصائية المجاميع النقدية لدولة الإمارات لشهر أبريل التي أصدرها المصرف المركزي، ارتفعت الودائع الحكومية خلال أبريل إلى 508.8 مليارات درهم، فيما بلغت الودائع شبه النقدية 1.256 تريليون درهم. ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة بدولة الإمارات بنسبة 13% على أساس سنوي، ما يعادل زيادة بقيمة 494 مليار درهم، لتبلغ مستوى 4.297 تريليون درهم بنهاية أبريل 2024، مقارنة مع قيمتها التي كانت تبلغ 3.803 تريليونات درهم بنهاية أبريل 2023 بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وجاء الارتفاع بدعم من الزيادة الكبيرة في قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك لعملائها خلال الفترة، حيث زاد رصيد الائتمان المصرفي بالدولة بنحو 166 مليار درهم بنمو بلغ 8.75%، ليصل إلى نحو 2 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 1.897 تريليون درهم بنهاية أبريل 2023. احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في تصنيف الآفاق المهنية للعمالة الوافدة، متفوقة على الولايات المتحدة ولوكسمبورغ وقطر وبلجيكا وأيرلندا وأستراليا والمملكة المتحدة وهونغ كونغ، وذلك في الاستطلاع الذي أجرته إنترنيشنز وتصدر بناء عليه تقرير إكسبات إنسايدر السنوي. وشمل الاستطلاع أربع فئات رئيسية بما في ذلك الآفاق المهنية والراتب والأمان الوظيفي وثقافة العمل والرضا والعمل والترفيه، ومثلت الإمارات منطقة الشرق الأوسط في المراكز العشر الأولى بالقائمة، واحتلت الإمارات المركز السادس في الراتب والأمان الوظيفي والمركز نفسه في ثقافة العمل والرضا الوظيفي، وفي المجمل العام احتلت الإمارات المركز العاشر لأفضل مكان للعمل على مستوى العالم. مشاهدينا الكرام، إلى فقرة التكنولوجيا مع الزميل كريم، تفضل. شكرا محمد. مباشرة أعزائي المشاهدين، إلى أخبار التكنولوجيا. تمكن تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا من التقاط صورتين لبداية اندماج مجرتين تقعان على بعد 326 مليون سنة ضوئية من الأرض. ونشرت ناسا صورتين اللتين تم التقاطهما عن طريق التلسكوب لطور اندماج المجرتين اللتين أطلق على إحداهما البطريق والأخرى البيضاء، حيث تعرف المجرتان المختلطتان معا باسم أرب 142، وتظهر في الصورة وسط ضباب عبارة عن مزيج من النجوم والغاز في غمرة اندماجهما البطيء. تعتزم شركة تيسلا للسيارات الكهربائية تأجيل الكشف عن سيارة الأجرة ذاتية القيادة روبو تاكسي التي تخطط لإنتاجها إلى أكتوبر، لإعطاء الفرق العاملة في المشروع مزيداً من الوقت لبناء نماذج أولية إضافية للمركبة. وكان الرئيس التنفيذي آيلون ماسك حدد في موعد الحدث في 8 أغسطس المقبل، ما أسهم في تحقيق سلسلة مكاسب استمرت 11 يوماً، وإضافة أكثر من 257 مليار دولار إلى القيمة السوقية لتيسلا، في حين انخفض السهم بأكثر من 8% في التعاملات اللحظية الخميس بعد أن أبلغت بلومبرج نيوز لأول مرة عن التأخير. ويذكر أن القرار لم يتم الإعلان عنه وأن الإبلاغ تم داخليا. كشفت شركة شاومي الصينية عن جيل جديد من المصانع ذاتية التشغيل والتي أطلق عليها اسم سمارت فاكتوري،
وتستهدف الشركة الاعتماد عليها لتصنيع 10 ملايين وحدة من هواتفها الذكية سنوياً من خلال نظام تشغيل قائم على الأتمتة الكاملة، تعمل على مدار الساعة دون أي تدخل بشري في عمليات الإنتاج. هذا وتستخدم مصانع شاومي الجديدة نظام ذكاء اصطناعي لتنظيم عمليات عمل المعدات بشكل متناغم وآلي لتحسين الأداء وتشخيص وإصلاح المشكلات. تستعد جوجل الأمريكية بالتعاون مع سامسونج لإطلاق نظارة ذكية للواقع المختلط XR. جاء الإعلان خلال فعاليات مؤتمر سامسونج 2024، وهي تعد المرة الثانية التي يتم فيها تناول عودة سامسونج لسوق النظارات الذكية هذا العام، بعد أن أعلنت الأمر في يناير 2023 بالتعاون مع جوجل وكوالكوم. ختام التكنولوجيا، عودة إليك محمد. شكرا لك كريم، ومشاهدينا تتابعونا بعد الفاصل. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في هجوم إسرائيلي على خان يونس. أهلا بكم من جديد. قتل عشرات الفلسطينيين وأصيب أكثر من 100 آخرين اليوم السبت في عدة غارات إسرائيلية متتالية على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، وسقط عشرات الفلسطينيين بين قتيل وجريح في هجوم إسرائيلي على خيام تأوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في التقرير، ولم يصدر بعد بيان عن وزارة الصحة في غزة بشأن العدد الرسمي للقتلى. فيما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش يوم الجمعة المانحين تمويل وكالة الأمم المتحدة الأونروا التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، متهما إسرائيل بإصدار أوامر إخلاء تجبر الفلسطينيين على التحرك مثل كرات البينبول عبر مشهد من الدمار والموت على حد تعبيره، مؤكدا أنه يتم دفع المدنيين إلى دوائر أعمق من الجحيم. وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريتش في مؤتمر للمانحين إن الأونروا تواجه فجوة تمويلية ضخمة. دعت الأمم المتحدة أمس طرفي النزاع بالسودان إلى الانخراط في محادثات تحت قيادتها بمدينة جنيف السويسرية بهدف تسهيل إيصال المساعدات وحماية المدنيين والتوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار. وأكدت أليساندرا فيلوتشي مديرة خدمات المعلومات بالمنظمة الدولية خلال مؤتمر صحفي أن أحد الوفدين لم يحضر محادثات أمس في جنيف، موضحة أن وفود الأطراف المتحاربة في السودان تتواجد الآن في جنيف لإجراء محادثات بقيادة الأمم المتحدة، ومع ذلك لم يحضر سوى طرف واحد لبدء المناقشات الخميس. ولم تعلن فيلوتشي من هي الجهة التي تخلفت عن حضور المحادثات، وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تستمر بالتواصل مع طرفي النزاع وحريصة على حضورهما المفاوضات. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى فقرة التكنولوجيا مع كريم. تفضل كريم. شكرا لك. بل الرياضة. وإلى أخبار الرياضة سوية مشاهدينا بعد الفاصل. يستضيف مضمار سان سيباستيان في العاصمة الإسبانية مدريد يوم غد الأحد سباق كأس زايد للخيول العربية الأصيلة، ويحتضن مضمار مدينة مضمار ليفورنو كابريل الإيطالية سباق كأس الوثبة سالوينز للخيول العربية الأصيلة برعاية النسخة 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويشهد في سباق كأس زايد لمسافة 1600 متر خمسة خيول في عمر 4 سنوات فما فوق، أبرزها إيشان دو بوزليس لمارسيل ميزي والفرس فاتنا للخيالة السلطانية العمانية بقيادة الفارس مايكل فوريست. تنطلق غدا الأحد الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
المخصصة للمنافسات بدون بدلة في كوكاكولا أرينا بدبي. وتشهد الجولة الثانية من البطولة مشاركة نخبة لاعبي الجوجيتسو من مختلف أندية وأكاديميات الدولة. وتتمثل إحدى الإضافات الأساسية لهذه الجولة في إدراج فئة تحت 12 عاما لأول مرة في منافسات بدون بدلة، في خطوة لاستقطاب مجموعة واسعة من المواهب الناشئة بالدولة. وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، الجولة الثانية من بطولة خالد بن زايد للجوجيتسو المخصصة لفئة بدون بدلة خطوة مهمة لتحقيق استدامة تطور اللعبة واكتشاف المواهب وصقل مهارات اللاعبين، وتمثل إضافة فئة تحت 12 عاما إلى جدول المنافسة نقلة نوعية على صعيد رعاية المواهب. وأضاف تجوب بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو مناطق مختلفة من الدولة، وتلك واحدة من المزايا التي تتميز بها. تحت رعاية هيئة تنمية المجتمع في دبي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تم الإعلان عن تأسيس جمعية تطوير الرياضات المؤسسية في مؤتمر صحفي في فندق الإمارات الرياضي. وتهدف الجمعية إلى دعم وتطوير الرياضة في الهيئات والشركات وتسهيل تبادل الخبرات بين المؤسسات الرياضية في العديد من المجالات. حضر المؤتمر محمد عباس الأمين العام لجمعية تطوير الرياضة المؤسسية وإليا غاليايف مؤسس جمعية تطوير الرياضة المؤسسية وفلاديمير بوردون الشريك المؤسس لجمعية تطوير الرياضة المؤسسية. ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 1000 شركة من جميع أنحاء العالم في برنامج الجمعية في دبي بالتعاون مع الجهات المعنية. يرى جاريث ساوث جيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي أن فريقه الحالي مختلف تماما عن الفريق الذي خسر نهائي نسخة 2020 بكأس أمم أوروبا. ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة إسبانيا مساء الأحد ضمن نهائي يورو 2024. وقال ساوث جيت عبر بي بي سي: نحن في لحظة مختلفة الآن عن نهائي النسخة الماضية، إنهما بطولتان واكتسبنا الكثير من الخبرة في المباريات الكبيرة. تخطى الصربي نوفاك دوجوكوفيتش عقبة الإيطالي لورينتو موسيتي ليبلغ نهائي فردي الرجال ببطولة ويمبلدون. وتأهل الصربي نوفاك دوجوكوفيتش إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بتغلبه على الإيطالي لورينتو موسيتي بثلاث مجموعات دون رد في نصف النهائي اليوم أو البارحة الجمعة. ويلاقي الصربي الفائز باللقب 7 مرات في المشهد الختامي نظيره الإسباني كارلوس الكراز حامل اللقب، والذي تجاوز عقبة الروسي دانييل ميدفيديف ب3 مجموعات لواحدة. ختام الرياضة، عودة إليك محمد. شكرا لك كريم على هذه التفاصيل الرياضية. إذن مشاهدينا الكرام، صفحة أخبار منوعة من حول العالم في هذا التقرير. قتل 22 تلميذا بانهيار مدرسة في نيجيريا، حيث تشهد الدولة الأكثر سكانا في أفريقيا انهيارات شائعة في المباني. وانهارت أكاديمية القديسين في منطقة بوسابوجي في ولاية بلاتو شمالية البلاد بعد وقت قصير من وصول التلاميذ الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أقل. وذكرت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية النيجيرية أن عمال الإنقاذ والصحة وقوات الأمن انتشروا في مكان الحادث، وألقت حكومة الولاية باللوم في المأساة على ضعف هيكل المدرسة وموقعها بالقرب من ضفة النهر، وتجمع العشرات من القرويين بالقرب من المدرسة، بعضهم يبكي والبعض الآخر يعرض المساعدة، بينما كانت الحفارات تزيل الأنقاض. وتلقي السلطات باللوم في مثل هذه الكوارث على الفشل في تطبيق لوائح سلامة المباني وسوء الصيانة.
شهدت مدينة أنكلشوار في ولاية غوجرات الهندية حالة من التدافع عندما توافد مئات الشباب لإجراء مقابلة عمل في فندق نظمتها شركة كيميائية لشغل 10 وظائف شاغرة فقط في مصنعها في منطقة بهاروج. ونتيجة الازدحام والتسرع من قبل المتقدمين الذين حاولوا دخول الفندق، انهار أحد الأسوار الجانبية ما أدى لسقوط البعض. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المتقدمين يتدافعون عبر مدخل الفندق لإجراء المقابلات الشخصية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، في حين دفع مقطع الفيديو حزب المؤتمر المعارض وحزب بهارات يجانات الحاكم إلى تبادل الانتقادات اللاذعة بشأن قضية البطالة، كما بدأ العديد من المستخدمين الآخرين في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بالتساؤل عما إذا كان الفيديو دليلا يوضح الواقع الفعلي للبطالة في البلاد. تمكن الأطباء في مشفى حما الوطني في سوريا من سحب بطارية على شكل قرص من مريء طفل عمره 5 سنوات بعد 6 أيام من ابتلاعها. وقال المدير العام للهيئة العامة لمشفى حما الوطني دكتور سليم خلوف إن طفلا بعمر 5 سنوات وصل إلى الشعبة الهضمية بعد 6 أيام من ابتلاعه بطارية على شكل قرص. وأضاف سليم خلوف أنه تم إجراء تنظير هضمي علوي كشف أن البطارية كانت محشورة بالمريء وتم سحبها بملقة خاص بالأجسام الغريبة. وأوضح أنه تمت إعادة التقييم للمكان تنظيريا حيث لوحظ تقرح واسع مع نسف في المخاطية مكان الانحشار، وأكد أنه تم وضع الطفل تحت المراقبة وخرج من دون أي مضاعفات. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه. نشكر لكم حسن المتابعة، بأمان الله.